مساء الحب والخير والبركة عليكم وين ما كنتم، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج هذا المساء. راح أكون وياكم إن شاء الله طيلة الوقت القادم مع مجموعة من المحطات والفقرات، وأبدأ بالتنويه عنها من خلال هذا الهيدلاين. الشاعر صباح الهلالي يطمئن جمهوره ويوجه رسالة لهم. إعلاميون وصحفيون يقبلون تحدي قطع النفس تضامنا مع ضحايا كورونا. الفنان البصري الشاب مصطفى اسكندر في هذا المساء. الممثل والمخرج محمد البكري من نينوى ورسائل الفن والإبداع. يا مساكم الله بالخير وين ما تكونون، واهلا وسهلا بكم بهذه الامسيه الجديده وهذه الحلقه الجديده من برنامج هذا المساء. ما شاء الله ملفات كثيره واحداث هوايه صارت وتفاصيل فيما يخص موضوع كورونا وغير كورونا، واهمها هو هروب اسد من حديقه الحيوانات. ما اعرف هذا الاسد ايش وقتك انت تنهزم من حديقه الحيوانات، تطلع وتعوف حديقه الحيوانات، وين تريد تروح؟ وين تريد تولي؟ هو احنا ناقصين اسوده؟ ما كورونا هو مكفي وموفي انه يهرب اسد؟ ها شلون؟ الخبر خطأ، يعني ماكو شيء، يعني أسد ما منهزم من حديقة الحيوانات، ماكو شيء يعني؟ وأنا توقعت، بس هو الفكرة يعني أكو همين أسد طلع من الحجر الصحي بالضبط من مستشفى نينوى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا والحماية طلعوا. طبعاً أنا ما أقصد النائبة محاسن حنان أبد أبد، مو قصدي عليها، العفو، ما أقصد هذا الموضوع، قصدي غير شيء. الحماية طلعوها وما بها كورونا، تصدق أو ما تصدق ما بها كورونا، تسوي تحليل ما تسوي تحليل ما بها كورونا، كيفك زين؟ حصانة، إيه عدها حصانة من كورونا وعدها حصانة بمجلس النواب وعدها حصانة من كل شيء، فلذلك لا حد يحكي بهذا الموضوع ليروح بعدين يهدون عليه الأسد. أسد بموازاة خروج النائبة من الحجر الصحي، يعني حتى شنو يغطي على هالموضوع، حتى ننسى هذا الموضوع، عبالكم ننسى؟ لا ما راح ننسى، راح نبقى نسولف بهذا الموضوع إن شاء الله بالوقت القادم. طبعا الآن نتابع وياكم أهم وآخر الأخبار بملف كورونا، وهذا الملف هو الأبرز اللي يعاني من عند الشعب العراقي، وما بين الشد والجذب والضغط وتخفيف الإجراءات أو تجديده تستمر حالات الإصابة مقابل حالات الشفاء، حيث أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني إصابة 105 ضابط ومنتسب بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره. صحة نينوى تعترض على مغادرة النائب محاسن حمدون من المشفى بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، وحمايتها يخرجونها بالقوة. أما في السليمانية تقرر تعليق الدوام الرسمي في سجن الإصلاح بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا بين موظفي السجن. أما في ذي قار فقد كشف مصدر طبي بتجاوز المحافظة حاجز الألف إصابة بكورونا منذ ظهور الوباء. من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أنه عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 1036 حالة. عالمياً بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 8,034,461 مصاب، وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 436,899 حالة وفاة بحسب آخر البيانات والأرقام اللي هي صادرة عن جامعة جونز هوبكنز. والآن نتابع رسالة من أحد الأطباء بخصوص التحذير من فيروس كورونا والإصابات اللي تحصل في محافظة واسط وخطورة الموقف وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من الإصابة. نتابع هذه الرسالة من هذا الطبيب ونرجع من بعدها وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب مقيم دوري حسين عامر علي، أداوم مستشفى الزهراء محافظة واسط. طبعا أنا أداوم محافظة واسط مستشفى الزهراء، المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا فقط. طبعا بي عدة طوابق، الطابق الثاني اللي هو مخصص لحالات السيئة من الحالات الحرجة، تمام، المصابين بفيروس كورونا.
طبعا والله شفنا اللي ما شايفين زين، وهو واثق له حياتهم. يعني هاي يومين ثلاث ايام وصلت اعداد الوفيات ارقام مرعبه، تقريبا 15 شخص فارقوا الحياه. المخيف يدعو للرعب، وبنفس الوقت المتوفين هم يعني اعمارهم ما بين 40 الى 50 الى 55 سنه، يعني من فئه متوسطي الاعمار، صحه جيده، ما عندهم امراض مزمنه، وبنفس الوقت ما قدروا يتغلبون على الفيروس وقدر يودي بهم الى الموت. رساله احب اوصلها الى الغرباء، انا ما اعرفكم بس والله انتم مغرب، انتم مثابة اخوي وابوي واختي وامي زين كل اقربائي. اعتقد يعني الموضوع الان يعني ما يحتاج الى المزيد من الحديث عن فيروس كورونا وشنو اللي لازم نسوي وشنو اللي لازم نحذر من عنده. اعتقد الفكره صارت واضحه جدا، والكل صارت عنده معلومات كافيه ووافيه، والكل ما قصر في ان يوضح للناس خطوره هذا الفيروس. يعني اذا انت ما تشوفه بالتلفزيون، ربما بالمنطقه او بالحي مالتك او في بغداد على العموم تسمع او تشوف بعينك مصابين بفيروس كورونا او المتشافين من الفيروس ويسولفون. فالموضوع صار جدا قريب وانتشرت فيديوهات هوايه. حتى يوم امس ايضا انتشر فيديو من داخل احدى المستشفيات، الجثث للاسف اللي كانت موجوده داخل المستشفى او الجثث الاخرى المتوجهه للدفن داخل سيارات الاسعاف، كل سياره شالت لها ما بين 4 إلى 8 إلى 10 جثث للاسف، وكلها يعني كل الاصابات هي بسبب فيروس كورونا، واغلبها يعني ذاهبه من بغداد الى اماكن الدفن المخصصه لها من قبل وزاره الصحه، وهذا امر مؤسف. يعني ما اعرف بعد اللي يشكك شو ينتظر حتى يعرف انه الفيروس كورونا موجود وبدا يقترب من عندنا. طبعا الحكي هذا ما يشمل النواب اللي عندهم حصانه، فبما انه عندهم حصانه فما يصير تناقشهم بهذا الموضوع وما تقدر، لانه ما عدا الحصانه عندهم حمايات همينه، وذول الحمايات ممكن يعني يوقفون المستشفى على صفحه ويطلعون النائب اللي يردونه، لان هم الحمايه مالته. هم حمايه للنائب صح من الكادر مالت المستشفى، بس مو حمايه من الفيروس. انت تقدر تحمي النائب من الخطر المحيط به، لكن ان تحميه من الفيروس يعني هذا امر اعتقد جدا مستحيل. يعني انت مو شايل المسدس وتقتل الفيروس بايدك، هذا الفيروس ممكن يصيب اي شخص. يعني ممكن انت ما تشوفه في اي لحظه في اي مكان، تلامس اي شيء معين ملوث بالفيروس ممكن ينتقل الفيروس. فانت لما تكون عندك حمايه فمو معناه ان ما تصاب بالفيروس او تستثمر هذه القوه حتى تطلع من المستشفى. طبعا هنا بالتاكيد يعني الامر متروك لسلطه المحافظه للتصرف مع هذا الموضوع، انه الى متى يعني يبقون الحمايات يتصرفون مع الكوادر في المستشفيات بهذه الطريقه، حمايه بعض الشخصيات. طبعا ايضا الكلام لا يوجه الى كل الحمايات، يعني حتى لا احد ياخذ على نفسه هذا الكلام وبعدين يزعل من صباح لمن يحكي هذا الحكي. لا بالتاكيد يعني كل شخص يمثل نفسه، كل نائب يمثل نفسه في تصرفه وتصرف الحمايات مالته. لو انهم منزلين صوره فرحانين ماخذين هيك السيلفي، يعني طالعين محققين انتصار فايزين بمعركه ضد الروم، من هم غير بالمستشفى وكوادر طبيه ودا يقاتلون الفيروس ودا يوفرون الحجر الصحي ودا يبذلون من وقتهم وطاقتهم وجهدهم حتى يعتنون بالمرضى، يعني ماخذين صوره سيلفي وطالعين فرحانين على شنو؟ بالعكس هذا يعني راح يوجهكم او يعرضكم لانتقادات كثيره من قبل الناس والمتابعين، يعني هي مو بطوله ترى. عموما ما اريد اليوم البرنامج ياخذ موضوع النائبه محاسن حمدون وحمايتها، بالتاكيد يعني السلطات هي اللي راح تتصرف بهذا الموضوع، لا صباح الجاف ولا هم يحزنون. ننتقل الى هاشتاج تحدي قطع النفس او اقطع نفسك دقيقه للتضامن مع المصابين بفيروس كورونا، اللي انطلق من برنامج هذا المساء من قناة الفلوجة للتذكير بخطورة الإصابة ومضاعفاتها وحالات الاختناق اللي تحصل نتيجة اعتلال الرئة. طبعا الكثير من الإعلاميين والصحفيين وكذلك الفنانين استجابوا لهذا التحدي وأرسلونا بعض الفيديوهات، وقسم أيضا نشروها على صفحاتهم. نتابع جانب من فيديوهات قبول التحدي لزملائنا. تحية طيبة لكل الزملاء الإعلاميين الفنانين الرياضيين في ظل هذه الظروف. الدعوة والتحدي اللي أطلقه زميلنا وعزيزنا وصديقنا صباح الجاف عن قطع النفس لمدة دقيقة واحدة للتضامن مع مصابي فيروس كورونا اللي هم حتى يكونون داخل المستشفيات وما عنده أو ما لقى حصل جهاز تنفس أو قنينة أكسجين.
فهذه دعوة اللي هو أطلقها إنه إيش قد تقدر تكتم النفس. هو طلب دقيقة واحدة الحقيقة، أنا ما أعتقد إنه راح أقدر، بس راح أحاول. ويا زميلي حمزة كران اللي يصور هسه حاليا، راح أسحب نفس وأشوف إيش قد أقدر أطول لكتم النفس. أعتقد 35 ثانية قدرت أكتم النفس. الله يكون بعون كل من إنه ما يقدر يتنفس نتيجة إصابة بفيروس كورونا، وما يلقي بمستشفيات قنينة أكسجين أو جهاز تنفس. ودعوة للي كل ما مصدق إنه أكو فيروس كورونا، بدأت الإصابات تصير بالمعارف والأقارب والأصدقاءات والوفيات كذلك. الله يحفظ الجميع. السلام عليكم. قبل التحدي زميل صباح الجاف في اقطع نفسك دقيقة، تضامنا مع مرضى فيروس كورونا اللي يعانون من حالات اختناق تسبب ربما في بعض الأحيان بوفاتهم، لذلك نباشر الآن بهذا التحدي. يعني أتمنى أنه ما يمر أحد بهذه الحالة، ويا رب الشفاء العاجل لجميع المصابين. نعمة ربما ما نحس بها إحنا، لذلك حافظوا على عوائلكم، حافظوا على نفسكم، حاولوا قدر الإمكان أنه يعني المكوث في المنازل لتجنب المرض، تجنب الإصابة بهكذا أعراض. تحياتي طبعا للصديق الإعلامي صباح الجاف. قبلت التحدي بقطع النفس لمدة دقيقة تضامنا مع كل المصابين بفيروس كورونا. رح نبلش. متى أقدر؟ 28 وما أقدر أكثر. تحياتي لكل المصابين بكورونا، يا رب الشفاء العاجل للجميع. نتمنى الانتباه قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية، بالتباعد الاجتماعي، بارتداء الكمامات والكفوف أثناء التجمعات. تحياتي للجميع. مرحبا. قبلت تحدي الزميل صباح الجاف اللي هو عبارة عن أنه نقطع النفس لمدة دقيقة تضامناً ويا مرضى فيروس كورونا. راح نشوف ايش قد انه نقدر نقطع النفس، وبالاخير الله يشافيهم يا ربي ويعافيهم.
حقيقة 39 ثانية. والله تحدي مؤلم يا رب، إن شاء الله يعافيهم ويشافيهم من هذا الفيروس ومن هذا الوباء ويشافي أهلنا وكل العالم من هذا الوباء. تحياتي. طبعا نشكر الزملاء اللي قبلوا هذه المبادرة ودخلوا تحدي اقطع نفسك دقيقة للتذكير بخطورة هذا الفيروس وللشعور بمعاناة المصابين تحت أجهزة الإنعاش الرئوي وعدم كفايتها لهم وتعرضهم لحالات الاختناق اللي تكون فعلا صعبة عليهم. نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل قريبا. إلى خبر آخر، حيث أصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بفيروس كورونا، وأيضا قال الفنان العراقي إحسان دعدوش أنه الفنانة فوزية حسن أصيبت بهذا الفيروس، وهنا ينطالب بتقديم الرعاية للمرضى بفيروس كورونا وهي ترقد الآن في إحدى مستشفيات بغداد بعد إصابتها. وتمكنت أيضا الفنانة آسيا كمال من إجراء اتصال هاتفي مع الفنانة فوزية حسن للإطمئنان على صحتها، وأيضا طمأنت جمهورها من المتابعين ومن المشاهدين. خلونا نشوف هذا الاتصال الهاتفي اللي صار بين الفنانة آسيا كمال والفنانة فوزية حسن. نتمنى لها طبعا الشفاء العاجل قريبا إن شاء الله. عين ست فوزية، عن سب العام دا أسجلك، طمني ناسك، احكي وياي. أنت زينة حبيبتي ست فوزية؟ أنا كل الزينة، كل الزينة، وعدة سلامات إن شاء الله، ودعاء الناس الطيبين الحلوين اللي أنا أحبهم وهم يحبوني هو اللي يقومني سلامات، لأنه بالبداية وكل الزينة، يعني زينة زينة مو بس كل الزينة. يا الله الله ونشكره، نحمد الله يا الله. هذه من طيبتك حبيبتي، من طيبتك وقفاتك من الناس حبيبي الله الشفاء العاجل يا ربي، ونفرح بيك ان شاء الله وطلعتك بالسلامه انت وسنان يا ربي. طبعا هذا هو فيروس كورونا، مثل ما ذكرنا قبل شويه، ما يعرف لا نائب لا سياسي لا رياضي لا فنان لا اعلامي لا مواطن عادي لا اي شخص، الكل ربما يتعرض لهذا الفيروس. ربي يبعدكم ويبعدنا ان شاء الله عن شر هذا الفيروس وسلامتكم ان شاء الله. ننتقل الان الى الحاله الصحيه للشاعر صباح الهلالي اللي ايضا اصيب بوعكه صحيه أرقدته الفراش وهو يخضع للعلاج حاليا، الأمر اللي أثار حفيظة محبيه ومتابعيه وقلقهم على حالته الصحية، وبالتالي الشاعر صباح الهلالي أراد أن يتواصل مع جمهوره ويطمئنهم على حالته الصحية، فظهر بهذا الفيديو وهو على فراش المرض. خلونا نتابع. قصيدة تقول لا تجيب وياك كل شيء، لا تجيب وياك كل شيء، الملقى خير، لا تجيب وياك كل شي، الملقى خير، يما عازتنا لحالاتك، ولا تطول يا وحيد الدنيا خوف، استشهد ورد الخبر، لا تجيب وياك كل شي، الملقى خير، يما عازتنا لحالاتك، ولا تطول يا وحيدي الدنيا خوف، استشهد ورد الخواتك، اصمغلوا فلوا قصيب الطين راي، ما صرت شص بلهاتك، موت موت الكشخة عقالك مستحال، وستر المطر تعباتك، موت يركشخة عقالك مستحاي، وستر المطر تعباتك، يما يما دل اللول الولد، يما دل اللول، يما صبينا عشا والموت حال، وظلت انت ومشتاق، لا تجيب وياك كل شي، الملقى خير، إما عازتنا لحالاتك، ولا تطول لا تطول يا وحيد الدنيا خوف، استشهد ورد الخواتم، اسم الله لو فله وقصيب الطين راي، ما صرت شص بلهاتك، موت موت يا الكشخة عقالك مستحاي، وستر المطر زعباتك،
يما صبينا عشر والموت حاضر وظلت انت ومشتهاتك يا غاتي. ادرن يا غاتي ما قلتها لغير ابوك القاعة غات امك وغاتك عذرتها ترابها يريدك شقو عذرتها ترابها يريدك شقو النفية تتوحم صفاتك الليل عرسك يا قمر الليل عرسك يا قمر والليل طال ومهر شمس الله وفاتك وتدري وليدي تدري مو بس على الأمطار لا تغيب اللي على جروف سبايكر كلها ما اهلا بكم مجددا. الان ننتقل الى ضيفنا الفنان الشاب من نينوى محمد البكري المخرج والمؤلف والكاتب والممثل ما شاء الله ودوبلاج الصوت يعني كلهن جامعهن بواحد بشخص واحد وهو الفنان محمد البكري. اهلا وسهلا بك محمد اذا كنت سامعني. اهلا وسهلا بك استاذ العزيز مساء الخير عليكم اجمعين. يعني احنا نعرف المسرح يعني يسمونه ابو الفنون بس انت جسدت فعلا وسويت يعني قول وفعل من غناء من كتابه نصوص من تمثيل من اخراج من دوبلاج فهل المسرح هو اللي فعلا خلاك تجمعهن كلهن لو انت اساسا قبل ما تروح المسرح عندك كل ذني كلهن نسميهن 5 in 1 فول اوبشن؟ طبعا هو المسرح هو اول فنون. الإنسان إذا يتمنى أنه يكون فنان شامل لازم يدخل المسرح لأن المسرح يضم التشكيلي والغناء وكتابة النصوص والسكريبت فأكيد المسرح هو أبو الفنون ومن هذا الشيء خلاني أطور كثير من المواهب اللي عندي من ضمنها موهبة كتابة النصوص المسرحية وموهبة كتابة وتحوير الأغاني والدوبلاج وكتابة السكريبت البسيط. الحمد لله والشكر بالرغم من إمكانياتنا البسيطة كمحمد البكري أو الشباب الموجودين معاهم لكن الحمد لله قدرنا نصل إلى قلوب الناس قدرنا نصل إلى خلينا نقول إلى العالمية من خلال بعض الأعمال اللي قدمناها من ضمنها أغنية بيلا تشاو ومن ضمنها آخر أغنية إن اللي هي عن المحاضر المجاني اللي هي عطالة بطالة. الحمد لله والشكر من خلال المسرح ومن خلال تجربتنا الفنية قدرنا نطور هاي الموهبة خصوصا أنه أنا ما فقط وحدي أنا معايا مجموعة من الفنانين أيضا من نفس الفئة العمرية ومن نفس الكلية اللي تخرجت منها اللي هي جامعة الموسيقى كلية الفنون الجميلة فحاولنا قدر الإمكان أنه نجمع مواهبنا من خلال فرقة مسرحية اللي هي جروب ما بعد الظلام ومن بعد ما قدمنا أعمالنا ومن بعد ما سوينا مثل ما يقولون المسرح اللي هو مسرح الشارع المسرح الفقير نظرا لأنه مدينة الموصل قامت من حرب ولم يتم إعمار أي مسرح فيها ولا زالت إلى حد الآن الجهود غير حقيقية في إعمار المسارح وفي إعمار خلينا نقول في إعمار البنى التحتية الثقافية لهذه المدينة لكن مع ذلك مستمرين وما توقفنا في هذا المجال وما توقفنا من خلال مسرح الشارع أو المسرح البسيط ومن خلال الدعم الذاتي لنا أكيد كمجموعة من الشباب وكمحمد البكري والأصدقاء الموجودين وياي مستمرين بهذا المجال. طيب محمد خلينا نشوف هذا العمل الأخير اللي قصدت به المحاضرين أو المتخرجين من الجامعات والمعاهد والكليات وبعدين ما يلقون فرص وظيفية أو ما يلقون تعيين وبالتالي يوقعون في فخ البطالة. طبعا عمل جميل واختصر معاناة الشباب سواء في نينوى أو بقية المحافظات من خلال كليب وكلمات يعني اختصرت الكثير من الحديث. نعم. محمد تعتقد انه صح اكو صعوبه بالانتاج لكن تعتقد هل فعلا هو الانتاج ممكن ياثر على الرساله اللي تريد توجهها يعني ممكن انت تنتج عمل معين بابسط الاشياء لكن بنفس الوقت تحقق الرساله اللي تريدها وتحقق النجاح اللي تريده؟ طبعا اكيد هذا الشيء جدا مهم بصراحه يعني احنا عندنا الكثير من الرسائل وخصوصا في بلدنا العراق عندنا الكثير من الرسائل المفروض يقدموها الشباب المفروض يقدموها الفنانين
إذا لاحظ مثلاً التجربة المصرية، تنمية المجتمع من خلال الفن، تنمية المجتمع من خلال الأفلام والمسلسلات ومن خلال الأعمال الفنية. نحن هذا الشيء لازم نقدمه على واقع، على أرض الواقع. أنا طبعاً هذه الأغنية طبعاً كلفتني إلى ما يقارب الأربعة أشهر بسبب ضعف الإمكانيات، لحد ما وجدت جهة، خلينا نقول جهة وفرت لنا الشغلات اللي نحن نحتاجها اللي هي راديو الغد، حتى في سبيل أنه ننتج هذا الفيديو كليب. والكثير من الاعمال الفنيه تواجهنا بها معضلات. الجزئيه الاصعب شنو هي كانت محمد؟ التسجيل الصوتي والمكساج الصوتي لو شنو اللي كان؟ التوزيع الموسيقي يمكن كان اصعب شيء يواجه. طبعا هو الأوديو. نعم هو اكثر شيء يواجهنا بصراحه الاوديو. ما عندنا استوديو، كذلك احنا خلينا نقول ما عندنا الكاميرات اللي عندنا خلينا نقول بامكانيات بسيطه جدا. خلينا نقول بصراحه الممثلين، بعض الممثلين احنا اوكي، احنا خلينا نقول احنا مجموعه من الممثلين 5-6 اساسيين، لكن في بعض الاحيان نحتاج الى بعض الممثلين يطلبون اجور. فاحنا بصراحه دعم خلينا نقول الدعم الحقيقي للفنان في مدينه الموصل جو الصفر وليس صفر، لكن مع ذلك مستمرين بهذا الشيء ومستمرين بتقديم اعمالنا الفنيه. وبالرغم من ضعف الامكانيات احنا من راح نتوقف، لانه بصراحه الفن اسمى من هذا الشيء، الفن اسمى من المال. الفن صح. هو رسالة حقيقية إنسانية. الكثير من الأحداث حالياً تحدث في مدينة نينوى للأسف لا يتم تسليط الضوء عليها، لكن من خلال الأعمال الفنية، من خلال ما نقدمه من أعمال بسيطة جداً صح. يتم التفاعل من قبل الناس حول هذا الموضوع، ويتم توعية الناس بهذه الأحداث اللي تصير بهاي المواضيع مثل ما يقولون. زين، تمثلت الشباب أعتقد بتيدكس مو صحيح، وتحدثت عن تجربتك وبداياتك، كيف واجهتك الصعوبات، كيف انطلقت ومثلت ذاتك وبحثت عنها، فاحكي لي عن هاي التجربة. طبعا تجربة تيدكس ميدان كانت أجمل التجارب بالنسبة لي، لأن قدرت أكلم نفسي وأكلم المجموعة اللي تسمعني حول المعاناة اللي مرينا بها كفريق ما بعد الظلام المسرحي، الأحداث اللي مرينا بها، إنه شلون نطلع من بعد داعش ومن بعد التحرير ومن بعد الأزمة اللي مرينا بها، شلون نطلع بأعمال مسرحية. أول عمل مسرحي إنه كان في كربلاء المقدسة، من بعد ذلك اتجهنا إلى باقي المحافظات، وإحنا مجموعة من الشباب لا كان عندنا دعم، لا كان عندنا مكان للتدريب، نتدرب بالشارع، العالم يشوفونا يضحكون علينا يقولون ذول إيش بيهم مجانين، يقولون لا عمي إحنا نقدم رسائل، إحنا نقدم الشيء اللي نعانيه. فبصراحة كانت هذه معاناة كبيرة جدا. أيضا من ضمن المعاناة اللي مرينا بها إنه بصراحة هواي ناس فقدناهم وللأسف ما حد يتكلم عنهم، نحن من خلال المسرحيات تكلمنا عنها، تكلمنا عن ظلم داعش، تكلمنا عن الفساد الموجود في 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 خلينا نقول الحد لا موجود في محافظة نينوى، الحد لا محافظة نينوى، ونحن من خلال المسرح ومن خلال الفن نحاول انه نظهر حجم الفساد الكبير بهذه يعني المحافظة. يعني قصدك الجسر اللي افتتحوه مو صحيح محمد؟ احكي لي اياها بصراحة. الجسر اللي افتتحوه قصدك جسر الحرية مو صحيح؟ بصراحة أنا أي حدث يصير، أشوف إلى ضجة إعلامية. بصراحة أنا أشوف أي حدث أشوف إلى خلي يقولون أبعاد، أو مثل ما يقولون أشوف إلى ضجة إعلامية كبيرة، وهو ما يسوى. يعني هو بصراحة استحقاقنا إنه يكون عندنا جسر، مو ما له داعي هاي الضجة الإعلامية. إحنا استحقاق مدينة الموصل يصير عندنا بنى تحتية. أي نعم بلدية الموصل تتقدم، نحن ما ننكر هذا الشيء، بس المفروض 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 إحنا يكون لنا كثير من الأمور، مو فقط جسر. يعني إحنا هل نعلم الجسر؟ أوكي زين، شلون انتقدت الموضوع؟ المقطع الكوميدي اللي انتشر حول الجسر، أي شلون انتقدت؟ انتقدت بطريقة طبعا سلمية جدا، إنه الناس ركزي على هاي ما سلمية جدا، ركزي عليها. تبريكات أي نعم، من خلال تبريكات الرئيس ترامب باللهجة المصلاوية، والرئيس كوريا، وكريستيانو رونالدو، كل الفنانين العالميين انتقدوا الكبير، فكانت طريقة كوميدية بصراحة، خلينا نقول كوميديا سوداء ما جرحت أحد. من اللي سوى الدوبلاج الصوتي؟ هم أنت سويت الدوبلاج؟ أكيد أكيد أكيد، كل الصوت هو أكثر الأصوات هي من داخل الحنجرات، زائدا بالإضافة إلى بعض التعديلات خلينا نقول بالإعدادات مال الصوت، لكن المونتاج والفكرة هي أكيد هي فكرة على السريع، يعني خلينا نقول فكرة على الماشي. أيضا من ضمن الأفكار اللي كنت أشتغلها قبل فترة، يمكن هواي ناس يتذكروها من صارت الضجة مال سندباد، سندباد كان بحارا وشوية الرسوم المتحركة اشتغلت على دوبلاجة نعم بطريقة لهجة المصلاوية. نعم نعم بصراحه كان عندي الي، يعني بالنسبه لي كفنان الي رد بسيط جدا، انه خليت افلام كرتون السندباد باللهجه الكويتيه بدون ان استهزئ، مجرد فقط انه تخيلوها العراقيين انه اذا سندباد من الكويت، وتفاعلوا ويا الموضوع خلينا نقول بطريقه كوميديه وبدون ما يجرحون الاحد.
فإذا الفكرة أنه نحن ممكن نستغل الفن بدون ما نهين أحد، بدون ما نسيء الأحد، بدون ما نتنمر على أحد، ممكن نقدم رسالة فنية حقيقية. أيضا اشتهرت الدبلجة المصلاوية لأفلام كارتون من ضمن شخصيات سبونج بوب وساندريلا. طبعا الناس حبوها لأن عرضت معاناة، عرضت أحداث صارت وتصير حاليا عندنا بالموصل بلهجتي او بطريقه اللهجه اللكنه المصلاويه، بدون انه مثل ما يقولون بدون انه انتقص من احد، لا كانت شيء واقع جدا. يعني اكثر التعليقات يقولون فعلا لو سبونج بوب كان عايش بالموصل كان تكلم بهالطريقه، لو ساندريلا كانت عايشه ويا كان صار فيها اللي محمد صار. قالوا عندك هي الطريقه انه تصل الى قلب المتلقي. قالوا عندك يعني سيستم هندسه صوت متطوره جدا وحديثه وغرفه تسجيل صوت يعني بمواصفات اوروبيه، صحيح؟ محمد. ألو أكيد محمد. راح يطلع أنا بالنسبة لي غرفة التسجيل مالتي هي السيارة، يعني غرفة التسجيل مالتي هي سيارة بسيطة ومكان جدا بسيط وكله من خلال الموبايل. أكيد لو راح تتوفر لي إمكانيات إنه أسجل وغرفة تسجيل مع خلينا نقول مع إنتاج للفلام كارتون أو إنتاج لهذا النوع من الفن اللي هو الأنيمي، راح يطلع فتشغل كلش حلو، ومو فقط باللهجة المصلاوي. أنا يعني بالنسبة لي أقدر أتكلم باللغة الدارجة اللي هو اللغة المعروفة، ممكن من خلال الأصوات مالتي أقدم فلام كارتون جميل جداً. سكريبت ممكن أنا أكتبه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دعم كبير، لأن مرحلة الأنيمي هي تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً للواحد يتمكن منها. بس ودعتك والله طلعت حلوة داخل السيارة، سجلت الصوت طلعت حلوة، وصلت الرسالة، وصلت الفكرة، وحصلت مشاهدات جيدة، واللي ردت تقوله قلته سواء داخل السيارة بغرفة تسجيل صوت بمواصفات تقنيات حديثة، المهم الرسالة توصل والفكرة توصل حقيقة، وهذا أعتقد هو أهم من بقية الأشياء المفردات الأخرى اللي تحدثت عنها. أنا أشكرك جدا محمد، وشكرا لتواجدك وياي اليوم في هذا المساء، أتمنى لك كل التوفيق وربي يحقق كل أمنياتك إن شاء الله. بالتأكيد هذا بالاعتماد على إصرارك وعلى محاولاتك المستمرة وتجريبك المستمر في أكثر من اتجاه. الآن نتابع الفيديو اللي تحدث عنه محمد، وهو انتقاد الجوانب الخدمية بطريقة كوميك وعلى طريقة محمد. خلونا نشوف هذا الفيديو وحتى من بعدها ننتقل إلى المحور الآخر. ترحيب دولي وأممي بمناسبة افتتاح جسر الحرية. هذا وقد افتتح جسر الحرية اليوم السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقد تباينت الآراء من قبل الفنانين وناشطين ورياضيين وفنانين حول سعادتهم بافتتاح هذا المشروع الجميل الذي من الممكن أن يخدم هذه المدينة وسط ترحيب كبير من المجتمع الدولي. شكرا جزيلا. في فوهان بالشارع الشعب الموصل، شوارع يبلطوها ويعملون اشراط ضوئيه، جسر الحريه مثلا شيء مرتب يعني، ويعملون الشوارع مرتبه. انا راح اوف منصبي واوف بريطانيا واروح اطلع اجر لي شقه بالكرامه. اهل الموصل بصراحه كثير فوتوا لكم مفتتاح جسر الحريه وشدتوا دبشه يا من البيت الابيض، ونسيتوا عندي تظاهرات والله، وان شاء الله بدايه الثنتين اجي افتح لكم كندر السوق وانا ابو ايفانكا الورد. أباركوا يا أهل الموصل هذا المنجز الكبير بفتح جسر الحرية، وأطالب موسوعة جنس ضمه ضمن الشارات الطاقة، والله ولي التوفيق. شو تقول بمناسبة افتتاح جسر الحرية بالموصل؟ والله قبان قلبي من هذا الشغل، ويسوق كل السوق المعلقة، وإن شاء الله بس تفوت أزمة كورونا نجي نصيف بالموصل ونغني يا سماق ويا سماق كلنا إحنا والأهل. ناسبت افتتاح جسر البسفور، أقصدي يعني قصد جسر الحرية، افتتحونا للموصل، غير توجه لهم كلمة إيش تقلم؟ والله قغط عينكم بافتتاح جسر الحرية، وبس تخلص العباية أنا إن شاء الله غحاخ السيلفي علينا، وخلي طقم بيض لحد يحسد مني أنك وجسر إن شاء الله، وإن شاء الله يوم الجسر الثالث. والله زبابة هذا موصل مدينة كلش حلو بإعمار وصاير كلش يخبل، وأنا إن شاء الله يعوف كريكيت ويروح يسوي السيف غادي، وكلش مبروك للموصل. وين راح الصيف السنة؟ باريس لو إيطاليا؟ ولاش أتجنرد نفسك، إما باريس إما إيطاليا، دور شاع الموصل إلا صار تجني، فتح جسر الحرية صارت تجنن، والله ماكو غير الموصل، راح أصيف فيه، أطلع على الغابات على الشلالات على الزهور. وناس تنتقد وتعلق تعليق سلبي وليش خبصتنا بجسر الحرية، بيكم خير روح أنتم نعملوا جسر، يعني أنا أخشى إنجاز كلش كبير، إنجاز عالمي يعني، فلا تنتقدوني كفي. فتحوا جسر جديد بالموصل.
ألف مبروك لين فتحتم جسر الحرية. راح نجي أنا وكيم كارداشيان ونصيف بالموصل. كيم كارداشيان ايش رايك بمدينة الموصل؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، لك انصاف الجنة. ايش تتوقعين راح يصير وضعه من بعد ما فتحوا جسر الحرية؟ والله اتوقع راح تعملوها احسن من دبي، وانا وزوجي ان شاء الله راح نزوره ونصيف هناك، احتمال نطلع على الشلالات. بعد القيل والقال ها قد عاد جسر الحرية ليزين مدينة الموصل ويقطع نهر. نباركوا لنينوى هذا الافتتاح، ونتمنى من السواق ان لا يزتون وسخ ويحافظون على نظافة الجسر. عيب ترى جسر جديد. رجعنا وياكم الى محور اخر مع ضيف اخر راح يكون ويانا وشاب مبدع اخر، وهذه المره منينا وننتقل الى البصره مع مصطفى اسكندر، وهو احد الشباب الفنانين ايضا المبدعين اللي ايضا بادوات بسيطه وقليله يحاول ان يعبر عن ما بداخله من مواهب ويحاول ان يوصل رسالته بالطريقه اللي هو اللي يريدها، او ما عن طريق التمثيل او عن طريق كتابه النصوص او الغناء، يعني تقريبا مثل محمد البكري لكن هذه الموهبه في البصره. مصطفى اهلا وسهلا بك في هذا المساء. حقيقة حبينا نتواصل وياه لكن ما نعرف شنو سبب يعني عدم رد على التليفون اللي احنا نحاول نتواصل وياه. ان شاء الله المانع خير، يعني بالبداية حسب ما فهمت انه الكهرباء طفت، وهذا امر طبيعي طبعا، تجي وتطفى الكهرباء تروح وتجي يعني، ولا الترافيك لايت. كنا يعني ما شاء الله من احنا وصغار تربينا على هالموضوع، موضوع الكهرباء يعني ما نريد نحشي هسه فيه، يعني من قبل 25 سنة لحد الان موضوع الكهرباء هو هو، يعني كل ما نريد نحدد على موضوع نتواصل ونكمل يبدو انه لو الكورونا يمنعنا، لو الكهرباء ما تخلينا نتواصل بشكل طبيعي مع موضوعنا. لكن كنا حابين انه نتواصل مع مصطفى كشاب عراقي، يعني حاب يوصل صوته وحاب انه يتواصل مع الابداع اللي عنده بطريقه او باخرى، مع عن طريق كليب غنائي يغني به او عن طريق يعني المسرح او التمثيل، بحسب ما اعرف انه ايضا ممثل مسرحي وعنده سكتشات، وحاول ايضا ان ينتقد ظواهر اجتماعيه وحالات اجتماعيه مختلفه من خلال المشاهد المسجله، السكتشات المسجله اللي تحاكي هذه المواضيع الاجتماعيه. موضوع التعليقات اللي جتنا على صفحه البرنامج والبث المباشر اغلبها هي كانت متعاطفه مع حاله الشاعر العراقي صباح الهلالي، نتمنى له الصحه والعافيه. اغلبهم يعني يحبون انه يطمئنون على صحته ويدعوا له بالشفاء العاجل، يعني ان شاء الله يسمعنا الشاعر صباح الهلالي يعني، او يسمع من محبيه ومتابعيه هذا الكلام. اغلبهم يرفعون الدعاء ويتمنون انه ينهض هذا الشاعر اللي لطالما زرع البسمه على شفاهم، وكان متواجد بالمؤتمرات ومن خلال الاعمال والنشاطات والمهرجانات الشعريه والمسرحيات ايضا والبرامج التلفزيونيه، حاول ان يقدم ويزرع البسمه على شفاه هؤلاء المتابعين اللي الآن يدعون إلى بكل خير وبكل محبة. طبعا يعني هذا جانب، أيضا هناك جانب آخر حاب أنه أيضا أقرأ مجموعة من الأخبار اللي الآن هي تشكل جزء أبرز من أحداث هذا اليوم. يعني هنا أكو خبر يقول بموازاة انحسار فيروس كورونا في أوروبا، كورونا يعود من جديد ليضرب بقوة في الصين. الله ليستر، احنا منا ما نصدق يخلص يرجع لنا من جديد مرة ثانية من مكان آخر اللي هو نفس الصين. يعني ما أعرف، يعني هنا يقول الفيروس رجع مرة ثانية بالصين، واعتبرت السلطات أن وضع الوباء في العاصمة بكين خطير جدا، وحذرت من احتمال حصول موجة جديدة من الإصابات. عفوا هالتحذيرات ما نخلص من عدها احنا، يعني نقول راح شوية ينحسر هذا الفيروس ويخلص، ترجع الصين مرة ثانية تسوي تسجيل دخول للفيروس من جديد وتغير صورتها الشخصية بفيروس بشكل جديد مرة ثانية ويخوف العالم من جديد. يعني ما صدقنا عرفنا وفهمنا طبيعة هذا الفيروس وشنو هي التأثيرات اللي تتركها على الجسم وحالات النشاط اللي يكون بيها والأعراض اللي ربما تختلف من شخص إلى آخر، يعود من جديد ليضرب بكين وفي الصين مرة أخرى. ايش طلعت ويا هالفيروس هذا؟ لا بلش طلعت ويا عام 2020 بصورة عامة، مو فقط الفيروس، شلون بالله؟ يعني احنا الباحة انا قريت حتى خبر، يمكن هذا الخبر يعني نشر على صفحة قناة الفلوجة ايضا، انه اكو فيروس او العلماء يحذرون والاطباء يحذرون من انتشار فيروس خطير من عظام الاسود،
اللي تاجرون بعظام الأسود في أفريقيا، وهذا أيضا يعني بعدنا ما خلصنا من الأولى يجينا الفيروس الثاني وفيروسات أخرى أيضا واقفين استعداد زين وينتظرون أنه يدخلون يقفون بصف فيروس كورونا حتى بالنهاية البشر يفدنوا بيقضون عليها ويخلصونه ويبقى هذا الكوكب فقط عايش عليه الفيروسات وينتهي الموضوع. صدقوني بدينا نحسب يوم بيوم من شو وقت راح تنتهي هاي السنة ونخلص. وبصراحة من جانب ثاني ما أخفيكم سرا يعني بيني وبين نفسي والله قمت أخاف حتى من عام 2020 2021 يعني إذا عام 2020 هالشكل 2021 واللي ضامة إلنا من مفاجآت وسبرايز شنو اللي راح يكون وشلون راح نواجهه، هذا أيضا أمر حقيقة ما أعرف شلون نعلق عليه. عموما ما أعرف أعتقد وصلنا إلى ختام مشوارنا وياكم في برنامج هذا المساء. كان بودنا أن نتواصل مع مصطفى إن شاء الله إذا قدرنا باشر راح نكون وياه. أنا بعد البرنامج راح أتواصل إن شاء الله أعرف شنو هو الموضوع وشنو هو المانع كان. بالتأكيد إن شاء الله كفينا ووفينا وياكم في حلقة هذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بحلقة قادمة من برنامج هذا المساء بكرة بنفس الموعد وبنفس اللوكيشن مع أحلى كادر ومع السلامة.